إيهاب، أنت عارف القصة ديت مش هنتكلم فيها كتير، لكن هاخدها من المحترفين، محترفينا الموجودين بره. عنصر مهم جدا جدا يكون عندك عدد كبير من المحترفين في منتخب بلدك، بيديك أدفانتج، بيديك يعني بالظبط. فرصة كبيرة إنك تحقق بطولات وتظهر بشكل جيد جدا. طمنا على محترفينا بعد نهاية البطولة الأفريقية يعني، وعودتهم للدوريات المحلية. طيب مبدئيا يا كابتن، يعني عايزين نبارك كابتن حسام حسن تولي تدريب منتخب مصر طبعا بشكل رسمي الفتره اللي فاتت، وانا بربط ده باللي حضرتك قلته دلوقتي. انا متفائل خير في كابتن حسام. كابتن حسام من مدرسه كابتن جوهري، هيعتمد هيجيب شباب، انا يعني واثق في ده انه هيجيب شباب، خلال تصريحاته وخلال برضه كلام ليا من يومين كده، ان في عناصر شابه في دماغه وفي عناصر عايز يحطها كتير. منتخب ميكالي هو حاطط عينه على 6 7 لعيبه فيه، زي وده ابراهيم صح عادل الحقيقة. وزي محمود صابر وزي لعيبه كتير ظهرت بمستوى متميز في المنتخب ده، وقدروا ابهرونا زي ما حضرتك تابعت طبعا في بطوله افريقيا، ووصلوا المباراه النهائيه في المغرب، وكان منتخب قوي جدا، ولولا طبعا حاله الطرد واللي حصل في المباراه دي كان ممكن نبقى احنا ابطال افريقيا. فدي انا متفائل بيها خير مع كابتن حسام، ان هو يبدا يبص على العناصر الصغيره، لان طبعا عفوا اللي حصل في امم افريقيا ان احنا اكبر منتخبات سنا معدل اعمار سنيه، دي كارثه، دي كارثه لمنتخب مصر ان انت تبقى قاعد كمدير فني، ودي اكبر اخطاء في فيتوريا انا شايفها. مفيش اي حد، مفيش عنصر جديد قدمته، كان كامل. كان السؤال اللي دايما بنقوله لما نيجي نحلل، نبص على المنتخب ده نقول عندك كام لعيب من المنتخب الاولمبي بتاعك؟ احنا شايفين ان افضل لاعب امبارح في المباراه النهائيه سيمون ادينجرا، اللاعب بتاع وخد برايتون، افضل لاعب شاب يعني في البطوله. وافضل لاعب في المباراه امبارح كمان، صحيح مان اوف ذا ماتش للمباراه النهائيه، وهو مظبوط. افضل لاعب شاب في البطوله، جناح برايتون اللاعب الصغير اللي كانت دموعه زي ما بيقول العالم كله دلوقتي، كانت دموعه بعد ماتش غينيا ال 4-0 دي ملهمه لفرقته وملهمه لشعب كامل انهم يبدا الفريق يقاتل على البطوله ده. فلازم الشباب الصغيره دي زي ما بنقولوا الاولاد الصغيرين دول حماس، حماس كبير، عايزين يعملوا حاجه، عايزين يكتبوا اسمائهم، عايزين يخلدوا يعني حاجه كبيره لبلدهم يعملوها، غير اللي احنا شايفينه في منتخبنا خالص. فانا متفائل ان شاء الله الفتره الجايه ان كابتن حسام يضم عناصر صغيره انا متفائل زيك، بس بشروط ان احنا نديله المساحه ونديله السبورت ونديله يعني البطوله اللي جايه، بطوله مارس موجود فيها كرواتيا وتونس، هي بطوله يعني بطوله استعداديه على مستوى قوية، استعداد، وبطوله قويه. قوية. ف ما بين قوسين لا قدر الله وارد جدا ما تظهرش بشكل جيد، بالظبط. ممكن تكون النتائج مش على المستوى، بالتالي ما يبقاش ده الحكم على مستقبل حسام حسن، لان اتكرر سيناريو مع ايهاب جلال، اتكرر سيناريو مع كابتن حسام البدري. فخلينا ندي التجربه كامله للكابتن حسام حسن. لازم يا كابتن، لازم زي ما بنصبر على المدير الفني الاجنبي، هي دي وجهة النظر، زي ما بتصبر عليه وزي ما بتقول ده مدرب مشروع، دايما كل ما يجي لنا مدرب اجنبي يقولوا ولا مدرب، شفنا مشروع ولا شفنا مشروع ولا شفنا اي حاجه، كل ما بالظبط. يجي مدرب اجنبي ده مدرب مشروع، ده بيعمل مشروع كيروش للكره المصريه، فيتوريا بيعمل مشروع وبيكون جيل للكره المصريه، ولا شفنا جيل ولا شفنا مشروع، وكنا اسوأ المنتخبات أنا في بتفق بطوله معاك. افريقيا. فلازم زي ما بنصبر على الاجنبي، عقده الخواجه نسيبها شويه وندي الفرصه كامله للكابتن حسام حسن يدعم، شوف ايه اللي محتاجه، محدش يتدخل في اختياراته بالظبط زي الاجنبي، انا عايز ده مش عايز ده، رؤيتي كذا، عشان بعد كده زي ما كنت انا يعني انا كلمت فيها حتى عندي في الجورنال، عندي الجهاز الفني بتاعه انا مش شايف يبقى في اي تدخل فيه، انا عايز سين وصاد وعين خلاص، انا هم دول اللي هشتغل بيهم، عشان ما اجي احاسبك انا سبت لك كل حاجه، سبت لك اختياراتك، سبت لك الناس اللي انت بتقول بتقدر ترتاح في العمل معاهم، اختار وخلي جهازك بالك الفني. إيهاب، ده بقى شيء منطقي يعني، ما خلاص يعني حتى لا يقبل الجدال يعني. موضوع بالظبط. انك بتفرض شخص معين او عنصر معين، الموضوع ده مش موجود. اي مدير بالظبط. فني او مدرب اجنبي بيجي ما حدش بيناقشه، انت جايب ده ليه؟ طب ما تاخد ده يعني. للامور زي انت بتقول، جهازه بالكامل اللي عارف شغله كويس وشغال معاه بقاله سنين، عشان بعد كده تقدر تحاسبه، ما تجيش بالظبط مره يا يقول لك كابتن. اصل انا كنت محتاج ده وانت قلت لي لا. فالامور دي ان شاء الله في المؤتمر الصحفي اعتقد يوم الاربعاء بعد بكره هيعلن الجهاز الفني والجهاز الاداري والشكل العام لمنتخبنا او للجهاز كله ان شاء الله في المؤتمر يعني. بالظبط.